يا مرحبا ترحيب هيل وريحان بضيوفنا الغالين في خير ليلة، ترحيب تبقى على مر الأزمان، حسب العوايد والسلام الأصيلة، حسب العوايد والسلام الأصيلة. يا مرحبا ترحيب هيل وريحة بضيوفنا الغالين في خير ليلة، ترحيبة تبقى على مر الأزمان، حسب العوايد والسلام الأصيلة. على الرحابة مرحبا وحيلة نسمات، والعود الأزرق والدلال المهيلة، يقول هاللي سيرته طيبة وأحسان كاسب للجميلة، أهل الكرم والطيب من دون حيلة، عيال شيخ له بعون المهيلة، أهل العروس رحبوا والفرح زان بالمعرس وأهل وكل القبيلة، دامت لك أفرح السنين الطويلة، مبروك عرسك يا الشهم ذرب ليما، يلي فعولك كل أبوها جزيلة، يا نسل قوم للفخر دوم عنوان يرقون روس الطويلة. خذيت منا قمرة النور بان زهي وفيها كل خصلة جميلة، بنت الحسب والعز دوم عنوان بين العذارى ما لها من مثيلة، أم العروس اليوم تفرح وتزدان أم الوصوف النبيلة. يا مرحبا ترحيب هيل وريحان بضيوفنا الغالين في خير ليلة، ترحيبة تبقى على مر الأزمان، حسب العوايد والسلام الأصيلة. على الرحابة مرحبا وحيلة نسمان، والعود الأزرق والدلال المهيلة، يقول هاللي سيرته طيبة وأحسان كاسب للجميلة، أهل الكرم والطيب من دون حيلة، عيال شيخ له فعول المهيلة، أهل العروس رحبوا والفرح زان بالمعرس وأهل وكل القبيلة، دامت لك أفرح السنين الطويلة، ومبروك عرسك يا الشهم ذرب ليما، يلي فعولك كل أبوها جزيلة، يا نسل قوم للفخر دوم عنوان يرقون روس الطويلة. غذيت منا قمرة النور بان زهي وفيها كل خصلة جميلة، بنت الحسب والعز دوم عنوان بين العذارى ما لها من مثيلة، أم العروس اليوم تفرح وتزدان أم الوصوف النبيلة. مبروك عرسك يا الشهم ذرب ليما، يلي فعولك كل أبوها جزيلة، يا نسل قوم للفخر دوم عنوان يرقون روس الطويلة. خذيت منا قمرة النور بان زهي وفيها كل خصلة جميلة، بنت الحسب والعز دوم عنوان بين العذارى ما لها من مثيلة، أم العروس اليوم تفرح وتزدان أم الوصوف النبيلة، وختامها جعل السعد طول الأزمان، قال لكم في كل يوم وليلة. أو الاستفسار التواصل على جوال 05-333-4-8-0-2-1